السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأسس أوردر الصف الثالث الابتدائي، وهو تعبير كيفية كتابة رسالة اقتراح. طيب، ايه هي رسالة الاقتراح؟ هي طريقة للتواصل مع الآخرين عن طريق الكتابة بغرض اقتراح شيء ما على شخص أو جهة معينة للوصول لنتيجة أفضل. يعني هي طريقة، رسالة اقتراحات هي طريقة للتواصل مع أشخاص. ليه بقى نتواصل معهم؟ ليه؟ بغرض اقتراح شيء ما على شخص لإيه؟ لحل مشكلة. طيب، عند كتابة رسالة الاقتراح في شوية حاجات كده وقواعد لازم نتبعها. طيب، إن احنا أول حاجة يكون مكتوب تاريخ الرسالة ده امتى، والمرسل اليه الشخص اللي انا هبعت له الرساله دي. يعني اول حاجه هكتبها التاريخ، ثم المرسل اليه الشخص اللي انا هبعت له الرساله، وبعد كده ايه الجمله الافتتاحيه. يعني ايه الجمله الافتتاحيه؟ يعني هبعت له زي ايه، زي تهنئه لي او يعني بحييه، اللي هو السلام عليكم، تحيه طيبه، وبعد ببدا الرساله بجمله افتتاحيه، واعرض بعد كده المشكله، ثم عرض المشكله، وبعد عرض المشكلة اقتراح لحل المشكلة اللي انا عرضتها. طب بعدين هعمل ايه؟ اثر تنفيذ الاقتراح. يعني انا هبعت المشكلة، بعد كده هعرض عليه اقتراح، ولما انفذ الاقتراح ده هيكون ايه اثره؟ اثر تنفيذ الاقتراح ده هيكون ايه؟ كل ده ببعته في الرسالة. بعد كده جملة ختامية، بختم رسالتي بجملة ختامية، بعدين اسم المرسل اللي هو الشخص اللي انا بعته، ببعت اسمي انا، يبقى المرسل اللي الشخص اللي انا بعتاله الاسم المرسل اللي هو اسمي انا. نشوف كده مثال، نقرا كده مع بعض. الى السيد محافظ القاهرة، اهو انا بعت لمين؟ للسيد محافظ القاهرة في التاريخ 5 ديسمبر 2020. يبقى اول حاجة كتبتها تاريخ 5 ديسمبر 2020، ثم الى السيد محافظ القاهرة، الشخص اللي انا برسل اليه الرسالة هو مين؟ محافظ القاهرة. يبقى الى السيد محافظ القاهرة تحية طيبة، وبعد فاني اكتب لكم هذه الرسالة بعد ان لاحظت وجود الكثير من المصانع في المناطق السكنية التي تلوث الهواء بسبب أدخنتها وأبخرتها، مما يؤدي إلى إصابة العديد من الأشخاص بأمراض الصدر. لذا أقترح على سيادتكم صنع فلاتر لمداخن المصانع، وإلزام أصحاب المصانع بتركيبها واستخدامها لكي نحد من انتشار الأمراض ونحمي البيئة من التلوث. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. التلميذة نقط، اسم البنت اللي بعت الرسالة. طيب، نطبق بقى الحاجات التي نراعيها عند كتابة الرسالة. طيب، أول حاجة التاريخ. التاريخ كان كام؟ كان 5 ديسمبر 2020، أهو أول حاجة قلنا إن احنا بنكتب التاريخ. ثم اسم المرسل إليه، أنا رسلت الرسالة دي لمين؟ للسيد محافظ القاهرة. ثم الجملة الافتتاحية، تحية طيبة، وبعد بعد كده المشكلة، بعد الجملة الافتتاحية المشكلة. المشكلة ايه هي؟ المشكلة وجود مصانع تلوث الهواء بسبب ادخنتها. يبقى المشكلة في الرسالة هي وجود مصانع تلوث الهواء بسبب ادخنتها. طب بعد المشكلة انا قلت هعمل ايه؟ اقتراح لحل المشكلة. ايه الاقتراح اللي كان في الرسالة؟ هو صنع فلاتر لمداخن المصانع والزام اصحابها بتركيبها واستخدامها. يبقى عندي اقتراح للمشكلة هي صنع فلاتر لمداخن المصانع والزام اصحابها بتركيبها واستخدامها. بعد الاقتراح المشكلة ايه بقى؟ اثر تنفيذ المشكلة. انا لما احل الاقتراح ده ايه الاثر بتاعه؟ نحمي البيئة من التلوث. يبقى اثر تنفيذ الاقتراح هو حماية البيئة من التلوث. ثم الجملة الختامية اللي هي تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. ثم اسم المرسل اللي انا اللي هو شخصي انا، هو اي اسم التلميذة، مش نشوف بقى اي حد احنا بعتنا له، يبقى هو اسمه المرسل اليه، واسمي انا هو اسم المرسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.